ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم كفتة تونة لذيذة وبنفس الوقت مفيدة جدا. زي ما انتم عارفين ان التونة غنية بالفسفور وغنية بفيتامين دي، وكثير من الاطفال ممكن ما يحبون ياكلون التونة او ما يفضلونها او ما يحبون السمك، فممكن نلعب عليهم شوي ونسوي لهم هالكفتة عشان يستفيدون وياكلون شيء مفيد وبنفس الوقت لذيذ. وزي ما انتم شايفين كل هالمكونات اللي قدامكم سهلة، واعتقد انها موجودة في كل بيت. راح افرمها كلها مع بعض واخلطها ونسوي منها كفتة تونة لذيذة، وبتدعون لي ان شاء الله. اللي راح اسوي اني راح افرم بالفرامة بطاطس مسلوقة مع تونة، طبعا راح اصفيها من الزيت، او ممكن تستخدمون اللي ما يكون فيها زيت دوار الشمس، ممكن تاخذون اللي بموي وملح على حسب رغبتكم. معها حبة بصلة متوسطة الحجم، فصين ثوم، علبة جبنة كرافت صغيرة، وكزبرة، واذا حبيت بقدونس، واذا حبيتوا ممكن تضيفون كزبرة. بالنسبة للبهارات اللي راح اضيفها عندي هنا ملح وفلفل اسود، بهارات السمك، شوي بابريكا، وبهارات مشكلة. هذا كله طبعا راح نضيفه بعد ما نفرم هالمكونات اللي قدامكم، ما نضيفها في البداية. هذه المكونات كلها فرمتها مع بعض، راح أضيف لها شريحة إلى شريحتين توست أو خبز صامولي، أي نوع خبز عندكم. منها أبي الكفتة شوي تتماسك، ومنها كمان عشان أنظف الفرامة من بقايا التونة، لأنه طبعا زي ما تدرون حنا الحين فرمنا بصل ففيها شوي موية، التونة ما تكون صفت مرة، فعشان ما نبي يصير فيها أي موية هذه الخبز راح يتشربه. الحين بعد ما فرمتها فرمة كذا متوسطة لأنه في البقدونس فما انفرم ناعم، راح أغير الأداة وأخليها على الفتحات الصغار عشان يصير الفرم ناعم. الحين راح أضيف البهارات اللي هو الملح والفلفل الأسود وبهار السمك والبابريكا وبهارات مشكلة للي الخليط اللي فرمناه، نخلطه مع بعض عشان نبدأ نشكله. هذه الكفتة بعد ما ضفت لها البهارات ووزنت الملح مظبوط بديت أشكل. عاد أنتم التشكيل طريقة التشكيل حسب ما تحبون، أنا سويتها على شكل أصابع زي ما تشوفون. بعدين بعد ما أخلص الكمية راح أغمسها بدقيق وبيض وبقسماط عشان نجمدها شوي ونقلاها. وهذه أصابع كفتة التونة بعد ما غمستها بالدقيق بعدين البيض والبقسماط، بدخلها الفريزر وبعدين نقلاها. نبدأ نقل الكفتة، طبعا الزيت يكون عميق وحار، او اذا حبيتوا تقلونها بالقلاية الهوائية ما يفرق. وهذه كفتة التونة وخلصت، لذيذة جدا وسهلة وكمان مفيدة، وتقدرون تسوونها قبلها بوقت، تحطونها بفريزر وتطلعونها وقت ما تبون وتقلونها على